صباح الخير والبداية مع العناوين. تظاهرات حشيدة وإزالة تماثيل لرموز أمريكية ترتبط بحقبة التمييز، وشرطة لوس أنجلوس توقف عددا من عناصرها لاستخدامهم القوة خلال الاحتجاجات. السلطة الفلسطينية ترفض تسلم مساعدات صحية أرسلتها أبو ظبي عبر تل أبيب. ارتوى المؤامرة على اسطنبول وليست على طرابلس، لأن هم دخلوا ورطوهم في سوريا ورطوهم في ليبيا. المسؤول السياسي في جبهة النضال الليبي للميادين: تركيا تدرب الإرهابيين على قتل الليبيين، ولدى الغرب مخططات تستهدف الجميع من طنجة إلى فلسطين. السهل النشرة من الولايات المتحدة ومن الهبة الشعبية رفضا للعنصرية ولعنف الشرطة. أفاد مراسل الميادين بأن شرطة لوس أنجلوس أوقفت 7 من عناصرها وعزلتهم من مهماتهم الميدانية لاستخدامهم القوة خلال الاحتجاجات الأخيرة. وأضاف مراسلنا أن عناصر الجيش ينتشرون بالتزامن مع التظاهرات في واشنطن، فيما يواصل المحتجون إزالة تماثيل لرموز أمريكية من الساحات العامة لارتباطها بحقبة التميز العنصري في أمريكا. إلى ذلك، نشد فيلونس شقيق جورج فلويد مجلس النواب الأمريكي أن يضع حدا لعنف الشرطة، وأن تعلم رجالها الحب والاحترام وعدم استعمال القوة إلا للدفاع عن النفس. مناشدة فيلونس أتت خلال كلمة له داخل المجلس: أنا هنا لأطلب منكم التحرك لوضع حد للألم والتعب. جورج طلب المساعدة وتم تجاهله. رجاء أصغوا لنداء الآن ونداء عائلتي والنداءات في الشوارع حول العالم. الشعوب من جميع الخلفيات والأجناس والأعراق خرجت لتطالب بالتغيير وبجعل فرض النظام والقانون حلا لا مشكلة. دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى إزالة 11 تمثالا لعسكريين ومسؤولين من الحقبة الكونفدرالية. بيلوسي وفي رسالة وجهتها إلى الكونغرس قالت: إن تماثيل الرجال الذين نادوا بالوحشية والهمجية للوصول إلى هذه النهاية العنصرية في أمريكا تمثل إهانة بشعة لمثل الديمقراطية والحرية، ورأت أن تماثيلهم تكرم الكراهية لا التراث. أعلنت مجموعة أمازون أنها فرضت حظرا لمدة عام على استخدام الشرطة الأمريكية تقنيتها للتعرف على الوجوه. المجموعة تطالب الكونغرس بتجديد الضوابط القانونية التي ترعى استخدام هذه التكنولوجيا، وأملت أن يمنح هذا الحظر الوقت الكافي لتطبيق القواعد المناسبة. ليس جديدا أن يشكك ترامب في واقعة رآها الأمريكيون تجسد عنف الشرطة تجاه المواطنين وحتى المسنين منهم، وقد سبقه في التضليل رؤساء سابقون وإدارات متعاقبة. تقرير محمد بو عبد الله. ذاك غيظ من فيض. تعنف الشرطة مسنا بلا شفقة فيسقط أرضا تنزف أذنه دما. يكذب فؤاد ترامب ما رأى وما رأته أعين الأمريكيين، فيطلق تغريدته مثيرا جدلا آخر. يتهم الضحية مرة بأنه مستفز من حركة أنتيفا اليسارية، وتارة يلقي بشكوكه بأن المقطع مفبرك. ما قاله الرئيس الأمريكي استخفاف وقسوة وتهور بالنسبة لحاكم ولاية نيويورك، بل هو أيضا محاولة تضليل تتجاوز الأخلاق والقيم. دونالد ترامب يلوم الضحية ويأتينا بنظرية مؤامرة ربما طرحها الروس حول من هو هذا الرجل. هذه وصمة عار. مليء بالأكاذيب سجله السياسي بشهادة خصومه الديمقراطيين وأيضا من مقربيه حتى من دائرته الضيقة كلما انفض أحدهم من حوله. يقول أحيانا بالشيء ونقيضه، فما تلبث الأيام تمر حتى ينكشف زيف أقواله.
أسلفه في الإدارات السابقة وأعوانهم سبقوه على هذا النهج، على غرار ما تعلق بسوريا وادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية رغم تفنيد الوقائع لحصوله. ديفيد بيتريوس هو الآخر تجنى على أهالي أطفال أفغان بأنهم هم من أحرقوا فلذات أكبادهم بعد أن أصيبوا بحروق في غارة أمريكية. وقبله كذبة شهيرة أطلقها وزير الخارجية الأسبق كولين باول، أراد تبرير غزو العراق عام 2003 فادعى امتلاكه أسلحة للدمار الشامل، ثبت لاحقا أنها كذبة مدوية. حرب فيتنام تشهد على التضليل الأمريكي، فذاكرتها تحمل صورة شهيرة لفتاة هرولت عارية هربا من جحيم تلك الحرب الأمريكية، لكن الرئيس حينها ريتشارد نيكسون كان مشككا. أدرك الأمريكيون زيف ادعاءات رؤسائهم وإداراتهم المتلاحقة، فإذ بهم يزيلون نصبا تذكارية وتماثيل لشخصيات كانوا يرونها رموزا تاريخية ككريستوفر كولومبوس، وفي الواقع كان لها دور في استعباد البشر. هكذا تعيد أمريكا بهبة مناهضة للعنصرية كتابة تاريخها وإن ليس بالكامل. في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيستأنف تنظيم التجمعات الانتخابية التي اضطر إلى وقفها قبل أشهر بسبب جائحة كورونا. وقال ترامب أنه يعتزم استئناف هذه التجمعات في فلوريدا وأريزونا وكارولينا الشمالية وأوكلاهوما من دون أن يوضح الشروط التي ستحكم إقامتها، ولا سيما لجهة التدابير الصحية. ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعنصرية مشيرا إلى أنها وباء يعد خيانة للميثاق الجمهوري وأفة تطاول المجتمع برمته. ماكرون دعا على لسان المتحدثة باسم الحكومة إلى تشديد التحرك ضد العنصرية وإلى عدم التساهل في هذا الموضوع، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن الغالبية العظمى من قوات حفظ النظام لا يمكن انتقاد أدائها. 10,000 شخص تقريبا، رقم ضخم جدا بالنسبة إلى مدينة صغيرة كمدينة جنيف، شاركوا في تظاهرة ضد العنصرية. تقرير موسى عاصي. لا سلام من دون عدالة، شعار رفعه آلاف المتظاهرين الذين جاءوا من مدن سويسرية عديدة ورددوه إلى جانب الكلمات الأخيرة لجورج فلويد: لا أستطيع التنفس. الأقليات السويسرية من أصول أفريقية وعربية تجمعوا في ساحة بلاس دو نوف قرب الجامعة حاملين صور فلويد ورسوما ترمز إلى ما يتعرض له الأفارقة من ممارسات عنصرية في البلدان الأوروبية والأمريكية، وشعارات متنوعة مثل: أنا أسود وموجود والسكوت قاتل. أن نكون سودا فهذا ليس جريمة. فلويد قتل بسبب لون بشرته. من غير المقبول أن نحكم على الأشخاص وفق لونهم، هذا يجب أن يتوقف. حتى في سويسرا يقول المحتجون من أصول أفريقية إنهم يتعرضون لممارسات عنصرية. أنا هنا منذ 40 عاما وما زلنا نعاني من الممارسات العنصرية. نحن سود ونحن بشر ويجب أن نعامل كبشر. دونالد ترامب يتحمل مسؤولية تصاعد الاحتجاجات في الولايات المتحدة بحسب أفراد من الجالية الأمريكية في جنيف. ممارسات الإدارة الأمريكية الحالية مع الأقليات مقززة وغير مقبولة. إن تصرفها فاشي. المتظاهرون جابوا شوارع جنيف، وكلما تقدموا مسافة كانت الأعداد تكبر وتتزايد، ولسان حال الجميع من أفارقة وعرب وأوروبيين المطالبة بتحقيق العدالة بين البشر وطي صفحة سوداء عمرها مئات السنين من تاريخ البشرية. من باريس إلى لندن ومن روما إلى مدريد وبروكسل مرورا بجنيف، شعارات واحدة ترفض العنصرية المتجذرة في هذه المجتمعات بحق الأقليات وتدعو إلى تحقيق عدالة طال انتظارها. موسى عاصي، جنيف، الميادين. النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل.
أهلا بكم من جديد. رفضت السلطة الفلسطينية تسلم مساعدات صحية أرسلتها أبوظبي على متن طائرات شحن حطت في مطار بن غوريون وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية. أكدت أنها ترفض التنسيق الإماراتي الذي جرى مع إسرائيل بدل أن يجري مباشرة معها، وهذه ثاني مساعدات في نوعها ترسلها الإمارات عبر مطار بن غوريون في غضون أقل من شهر وترفضها القيادة الفلسطينية. حذرت منظمة التعاون الإسلامي من أن الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة تمثل تصعيدا خطيرا وإنهاء للتسوية التفاوضية. جاء ذلك في ختام اجتماع استثنائي للجنتها التنفيذية عقد عبر الإنترنت. المنظمة قالت أن تنفيذ إسرائيل لتهديدها بضم كل المستوطنات المبنية في الضفة إضافة إلى غور الأردن بأكمله يمثل إعلانا رسميا بإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة وتصعيدا خطيرا لسياساتها وإجراءاتها الاستعبارية. في لبنان، جدل بين رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، فما تداعياته وتأثيره في العلاقة بين الحليفين السابقين؟ على المكشوف بات السجال السياسي بين رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس حزب القوات سمير جعجع وما كان يسوقه الحليفان السابقان في الكواليس من اتهامات بحق بعضهما أصبح اليوم يقال في العلن. أن يصل الأمر بالحريري للسخرية من جعجع على الملأ فذلك لأن رئيس الحكومة السابق لم يتعافى من الضربة التي وجهتها القوات له بالاستقالة من الحكومة ثم رفضها تسميته لتأليف حكومة جديدة بعد استقالته. تصريح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى صحيفة الأهرام المصرية حول مستقبل الحريري السياسي جاء لينكأ جراح مرحلة الاحتجاز القصري في السعودية عندما اتهم الحريري جعجع حينها بأنه طعنه في ظهره. ليست قضية رمانة بل هي قلوب ملآنة كما يقول المثل الشعبي، فالشعرة بين رجلين انقطعت والأمور وصلت بينهما إلى مكان باتت العودة منه صعبة. ولكن هل كان جعجع ليتجرأ على الحريري من دون ضوء أخضر سعودي؟ الإجابة الأقرب إلى المعطيات السياسية تشي بأن السعودية تبتعد شيئا فشيئا عن الحريري، والدليل أن جعجع الذي تحول إلى رجل السعودية الأول في لبنان لم يكن ليشن هجومه على الحريري فيما لو كان الأخير لا يزال يحظى برضا الرياض. خلط الأوراق لا يقتصر فقط على البعد الإقليمي بل يدخل في إطاره ما حصل في الأسابيع الأخيرة من محاولات لزرع الفتنة الطائفية والتصويب على سلاح المقاومة، وهو ما تبين أن شقيق الرئيس الحريري بهاء الدين منخرط فيها إلى جانب القوات والكتائب وبعض القوى الأخرى. فبهاء المدعوم إماراتيا يزاحم سعد اليوم على زعامة الطائفة السنية مستغلا حالة الإرباك التي يعيشها سعد، فالتسوية الرئاسية مع التيار الوطني الحر انتهت بينما حزب الله وحركة أمل يدعمان حكومة حسان دياب فيما لم تنجح كل الجهود في تشكيل جبهة معارضة تضم إلى جانب الحريري كل من القوات والحزب التقدمي الاشتراكي. في المحصلة بات من المؤكد أن صراع الشقيقين بهاء وسعد سيحتدم في الأيام المقبلة وأن خارطة سياسية جديدة في لبنان ستتضح معاليمها كلما اقترب موعد الانتخابات وربما يبرز تقارب بين بهاء الحريري وسمير جعجع. دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إلى وقف العنف فورا واللجوء إلى الطرق الديمقراطية لحل مشاكل العراقيين. الصدر حث المتظاهرين على إعطاء الفرصة للحكومة الجديدة لتصحيح المسار مطالبا بعدم تسييس التظاهرة وجر البلد إلى الصراعات السياسية الطاحنة، كما حذر من خطر انحراف الثورة ومجرياتها وأهدافها وأسسها داعيا إلى تصفية ساحات التظاهر من الشوائب. قالت الأمم المتحدة أن الطرفين المتحاربين في ليبيا منخرطان في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار. بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أكدت أن مفاوضي المنظمة اجتمعوا مع وفد حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة بقيادة حفتر، وعبرت عن قلقها من التصعيد والتحشيد في مدينة سرت وما حولها. قال المسؤول السياسي في جبهة النضال الليبي أحمد قذاف الدم إن الغرب يدير الصراع في ليبيا لفرض وصاياته عليها ونهب ثرواتها، وأكد في مقابلة مع الميادين
إن من جر تركيا إلى المعركة الليبية هو عدو لأنقرة لا لطرابلس. ليس هناك خلاف بين الليبيين، إنما أطماع في ليبيا وثروات ليبيا والتكالب على ليبيا، وبالتالي أوحوا إلى تركيا، جاءت ظنا من الأتراك أنهم سوف ينالون نصيبهم، واعتقدوا أنهم هذا الهلال الذي يسمونه الهلال السني يهيمنون عليه تحت حجج كثيرة، هم وحركة الإخوان البائسة هذه وبعظ المتطرفين، ظنا لأنهم لا يستطيعوا الانتخابات أن يصلوا إلى شيء. وإنما هذا التدخل هو الحقيقة، أنا لست أخشى من الأتراك وتدخلهم، إحنا قتلناهم ونحن حفاة أجدادنا، وعليهم أن يعودوا إلى من حيث أتوا. المؤامرة على إسطنبول وليست على طرابلس، لأنهم دخلوا ورطوهم في سوريا ورطوهم في ليبيا. ولفت قذاف الدم إلى أن الأتراك يريدون أوراق مساومة، مشيرا إلى أن من حقهم أن يفكروا على هذا النحو. أطمأن على ليبيا، أنا لست قلقا على ليبيا، أنا قلق على ما يجري في تونس مثلا، إذا ما جرت تونس إلى بواسطة للأسف الأطماع التركية الوهمية وأطماع الإخوان المسلمين، أن تصبح تونس هم عندما يأخذون قاعدة الوطية على سبيل المثال، وهذه بالمناسبة قاعدة أمريكية كانت أمريكية طردتها ثورة الفاتح من سبتمبر ضمن 5 قواعد للأمريكان، وأسميناها عقبة بن نافع الفاتح الإسلامي لشمال أفريقيا. هذه القاعدة الغرض منها الحقيقة الأتراك ليس ضد ليبيا، هم أرادوا من هذه القاعدة أن يحولوها لتدريب عناصر وبعض المتطرفين وتسليحهم وإدخالهم إلى تونس لتفجير تونس. سقوط طرابلس كان من قواعد تونس البحرية والجوية، وتدفقت قوات الحلف الأطلسي إلى هذا المكان. تونس اليوم ليست تونس بالأمس. أحمد قذاف الدم قال إن الليبيين يعرفون الغنوشي، مشيرا إلى أنه كان يتلقى الدعم المعيشي من ليبيا في فترة من الفترات. شوف، نحن لا نسمح ولا نقبل، نحن الليبيين لدينا حساسية كبيرة عند كل مشكل ليبي، لن نقبل بأي تدخل من طرف آخر، وهذا يعقد أمور لا يحلها، سواء كان تركي، مصري، تونسي، جزائري، هندي، رغم هؤلاء أشقائنا وأخوتنا. عندما يحصل عدوان خارجي على ليبيا برضو نحن لسنا عاجزين، لدينا القوى المسلحة الليبية عادت، كنا في يوم من الأيام لدينا قوات على الحدود المصرية، قوات تحتل أنجمينا على الحدود على البحر المتوسط، بحريتنا وطيراننا. الليبيين ليسوا عاجزين، نحن لسنا بحاجة لجنود أو مقاتلين، نحن الليبيين أشجع من خلق الله على هذه الأرض، وخلقنا مقاتلين، يمكن ربي خلقنا هكذا مع احنا واليمنيين، يمكن هذا جزء من المشكله بتاعتنا، يعني لسنا في حاجه الى احد ان ياتي يقدم لنا الدعم العسكري، قصدي كرجال، نحن رجال وقادرين ان ندافع عن بلدنا وان نعيدها وان نحررها اذا كنا الطريق بين الحياه. ابدى الرئيس الامريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة الليبية. البيان أكد أن ترامب والسيسي شددا على ضرورة تفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. استشهد 3 مدنيين في غارات للتحالف السعودي على مديرية كتاف الحدودية بمحافظة صعدة شمال اليمن. وقال مصدر أمني في المحافظة أن التحالف استهدف سيارة في الطريق العام بمنطقة العقيق، ما أدى إلى استشهاد من كانوا فيها، وشنت طائرات التحالف السعودي أكثر من 50 غارة على عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات 24 الماضية. دان المجلس السياسي الأعلى في اليمن تواطؤ الأمم المتحدة بممارسة ضغوطها عليه بخصوص خزان صافر النفطي خدمة لأجندة العدوان، وشدد على أنه كان أحرب المنظمة الدفع من أجل السلام والحل السياسي ووقف العدوان، ولا سيما في ظل جائحة كورونا. وحمل المجلس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تبعات أي متغيرات نتيجة استمرارها مع قوى العدوان في هذا السلوك. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني قدرة إيران على مواجهة أمريكا التي قال إنها لا تملك ركبة لتضغط فيها على إيران، في إشارة إلى قتل الأمريكيين أو إلى قتل الأمريكي الأفريقي جورج فلويد على يد الشرطة.
سياسة أمريكا منذ القديم كانت سياسة الضغط بالركبة على الرقبة ليخنق الآخر. هذه السياسة ليست سياسة شرطي واحد، بل هي سياسة أمريكا. الشعب الإيراني كسر هذه الركبة بوحدته وانسجامه الوطني. أمريكا اليوم لا تملك ركبة لتضغط فيها على إيران، فالحكومة الأمريكية لم تكن محط ثقتنا أبدا، والحكومة الحالية زادت من انعدام الثقة بنقضها كل التعهدات البيئية ومقررات الأمم المتحدة وحقوق الشعب الفلسطيني، حتى تعهداتها مع أصدقائها. تعيش تركيا حالة توتر وغليان بسبب الإجراءات التي اتخذها رئيسها والمتعلقة بإسقاط عضوية 3 نواب في البرلمان هم من معارضي سياساته، فضلا عن عملية اعتقال وفصل مئات العسكريين والموظفين بتهم تتعلق بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة. تقرير محمود واثق. أجواء سياسية مشحونة وتبادل للاتهامات واللكمات، تلك التي تعيشها أروقة السياسة التركية هذه الأيام. عاد التوتر إلى صفوف المعارضة التي وحدها الوقوف في وجه قرارات أردوغان، ولا سيما بعد قرار فصل 3 نواب معارضين في البرلمان واعتقالهم بقرار قضائي، قرار أثار حفيظة المعارضة التي وصفت القرار بالضربة الجديدة التي تضاف إلى محاولات الحزب الحاكم لإسكات الصوت المنتقد. الإجراءات التي اتخذت بحق نواب منتخبين من قبل الشعب باطلة، لا تخدم العمل الديمقراطي. لن نظل ساكتين وسنرفع صوتنا عاليا لتعود الأمور إلى طبيعتها. مسلسل الاعتقالات والإقالات للموظفين الحكوميين والعسكريين وبرتب مختلفة لم يتوقف، وكانت آخر حلقاته إصدار أوامر باعتقال أكثر من 118 عسكريا بينهم ضباط برتب مختلفة بتهم الارتباط بالتنظيمات الإرهابية. السياسة في تركيا دائما كانت متحركة، وما نراه اليوم من توتر وحراك واستقطاب يدخل في إطار الاستعداد المبكر للانتخابات المصيرية عام 2023. تتحدث التقارير المستقلة عن اعتقال أكثر من 50,000 شخص بينهم أكثر من 20,000 عسكري بتهم الضلوع والارتباط بالمحاولة الانقلابية الفاشلة منذ منتصف 2016. وأيا كان الهدف من الإجراءات الأخيرة، فالثابت أن تركيا تشهد حراكا سياسيا مصحوبا بكثير من التوتر، ما ينذر بسخونة الأيام المقبلة. محمود واثق، إسطنبول، الميادين. تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية عتبة 70,000، أكثر من نصف هذه الوفيات سجلت في البرازيل، الدولة التي حصدت فيها جائحة كورونا أرواح نحو 40,000 شخص. وفي الولايات المتحدة بلغ عدد الإصابات بالفيروس المستجد أكثر من 2,000,000. وإلى التذكير بأبرز العناوين. تظاهرات حاشدة وإزالة تماثيل لرموز أمريكية ترتبط بحقبة التمييز، وشرطة لوس أنجلوس توقف عددا من عناصرها لاستخدامهم قوة خلال الاحتجاجات. السلطة الفلسطينية ترفض تسلم مساعدات صحية أرسلتها أبو ظبي عبر تل أبيب. فتوى المؤامرة على إسطنبول وليست على طرابلس، لأن هم دخلوا ورطوهم في سوريا ورطوهم في ليبيا. المسؤول السياسي في جبهة النضال الليبي للميادين: تركيا تدرب الإرهابيين على قتل الليبيين، ولدى الغرب مخططات تستهدف الجميع من طنجة إلى فلسطين. الميادين دوت نت دائما للمزيد من الأخبار، وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.